بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أحب أن أشير إلى من في البدن أن معظم ما رأته يدخل في خانة المبشرات بفضل الله جل وعلا، وهذا خير يساق من الله سبحانه وتعالى، ومعه كذلك نوع من التحدي أو أنواع من التحدي. التحدي يكمن في الإبرة التي جاءت عن طريق الجنية التي زرعتها في أصبعها من أجل إلحاق الضرر ومواصلة الأذى بينها وبين بعلها وزوجها في زواجها. والغريب أن الحقنة كانت في عالم الجن في المنام، لكن تجلت آثارها في اليقظة بعدما استيقظت من منامها، مما يدل على أنها قد شاكتها وآذتها وحقنتها وألحقت الأذى بها في عالم الجن، وقد كان الأمر فعلا عن طريق سحرة الجن. ونبشر بإذن الله، راح الآن هناك حرب ولن نبدأ بعد، ها ندق طبولها، نرفع راياتها، هاي سنبدأ. أيها المسلم، يا من أسلمت فقل يتم على عيد الكفرة في البدن، سنبدأ بإذن الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، سنبدأ بإذن الله. نريد أن نظهر لربنا نصرا وقوة لندخل الفرح على قلبها. فاسمعها يا مسلم، فاسمعها يا مسلمة، لا نريدها قولا، نطقا شهادة، اعترافا، إقرارا، إذا إذعانا، إسلاما واستسلاما، نعم هكذا، وحتى باللسان، حتى القلب يا مسلم ويا مسلمة، أشهد أن لا الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا هيا أسمعوهم أنكم أقوى منهم وأصدق وأطهر. أشهد 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 لن تحبسكم الحياة، لن تمنعكم الحياة، خائبات، خاسرات، خاسئات، هيا هيا هيا، جنود الله كبير وكثير، أسلمتم، كنتم معه في الكفر فأسلمتم، تأخروا إسلامكم. هاي 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 لتركوا الحياة أنها ليست على الشيء. هاي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. هاي هاي
قوة تدافع، حرب داخل البدن الآن، حرب عظيمة لا يعلمها إلا الله في البدن. أصحاب جد كل يوم قديمة وإلى الآن سنوات، 10 سنوات من السحر يجدد وتعطيه الفراش، تعطيه كذلك الحبل محقول للماء. هاي ما كانوا يظنون أن هذا اليوم آتي وأن هذه الطريقة سوف تكون بفضل الله تعالى. الآن يتحرر المؤمن، المؤمن والمؤمنة. هكذا لما تكون قوة في البدن شياطين كبار حتى وإن أسلم الأسلم يخون إسلامه، نصره، مساعدته، دلالته، نعم عزته، عفته، يخونها حتى يقول نحن من العزة والقوة والسحر والشدة والتعطيل، بل ربما يسجن أو يقتل. نعم هان في عالم الجن. هيا يا مؤمن، يا مؤمن هيا اجعلني موت غيظا وكردا وهاما بإسلامك. نعلم أنك مسلم وأنك أعلنت التوحيد ورفعت الشهادة، نريد أن تزيدهم برتقك، بكلماتك، بصوت. هيا أشهد. هيا ها ها هيا نحن مؤمنون، صحنا ونسمع منك أيها المؤمن وأيها المؤمنون كذلك نسمع منكم شهادة الإقرار الإيمان. هيا أشهد. هيا لا يغلبكم، لا يحبسكم، لا يمنعكم. أشهد. هيا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هيا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد. هيا نحن معكم، لن نجزع، لن نهكل، لن نمل، لن نستسلم، لن نتراخى، لن نتوقف. نحن لكم سند بإذن الله ودعم بإذن الله، لن نتخلى عنكم بإذن الله. هيا حتى تخرج تلك الكلمة الطيبة الطاهرة الزكية النقية التي يمنعونها ويحبسونها لأنهم يعلمون سرها وأسرارها وفتحها. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
لا إله إلا الله. هيا مؤمنون يا مسلمون الشهادة هيا نكررها. أشهد أن لا إله إلا الله. اسمعوا أيها المسلمون المؤمنون واسمعوا أيها الكفرة الفجرة السحرة اتخذوا أحبارهم كبارهم عبادهم اتخذوا أحبارهم علماءهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سبحانه. أنا أقول لكم سوف يأتي الوقت بإذن الله لتنحل الجباه للعلي الكبير. سيأتي الوقت ليطأطأ الرأس طاعة للعزيز الكبير سبحانه وتعالى. ألم أقلها لكم؟ قلتها ربي بالإيمان وباليقين. لا صبر لشيطان ولا صبر لإبليس ولا صبر لثعبان ولا صبر لحيات أبدا أبدا. فأبشر يا مؤمن لك رب عظيم وقرآن كريم. نعيد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يا الله العزة للإسلام والمسلمين يا ليت قوم يعلمون. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هل يعطون فقط لا وهم صاغرون يستسلم فقط لا وهم صاغرون يوقف العيلة فقط لا وهم صاغرون وهم صاغرون. وقالت اليهود شك تخبى ما تخبت يعني أجل. وقالت اليهود عزير ابن الله هكذا حال اليهود حينما يروا قوة المسلم يختبئون حين يروا ضعف المؤمن يواجهون ويكابرون فافتهوا. وقالت اليهود عزير ابن الله هذا قولهم. وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن
أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله 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 ولو كره المشركون ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 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 كثيرا من الأحبار والرهبان جعلوا فيها أحبار ورهبان عباد أو علماء يهود ونصارى من أجل الصبر على مواجهة الإسلام لما آتي إلى كلمة الرهبان تضيقهم تؤسهم تعذبهم تخنقهم تزعجهم صح ما؟ قال نعم ورغم أنهم أحبار رهبان إلا أن المسلم أسلم ولهذا قليل المسلمين لأنهم لا يريدوا صلاة لا يريدوا عبادة لا يريدوا حجاب أو نقاب لا يريدوا طاعة علم علم المفتاح الآن وصلنا إليه خلاص القاضية السر يكمن أن في البدن أحبار ورهبان خلاص 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 ثم الخلاص بإذن الله أحبار ورهبان نحن عباد لله قانتون لله موحد موحد الله لابد حينما تقرأ عينك على المريض من يهزه يستفزه يحركه يقلبه نعيدها عليه سنعيدها عليه سنعيدها عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أحبارهم ورهبانهم أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم انظروا الأحبار والرهبان ماذا يريدون يريدون أن يطفئوا نور الله اعترفوا بها قالوا نعم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره أسمعتم ولو كره الكافرون ولو كره الأحبار والرهبان والقساوسة وأهل الصليب والكنيسة وأهل السبت والأحد نعم وأهل السحر والشعوذة أبى الله ويأبى الله
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون تخفون نطفا وتخفون مبايض وتخفون بويضات وتخفون رحما تخفون حملا تخفون نسلا تخفون مالا تخفون ذهبا وفضة تخفون خيرا ورزقا. الحسد على الذهب والفضة والسحر على الذهب والفضة سحر عظيم للأحبار والرهبان جعل العباد يكفرون بالله يشركون بالله وهناك من أسلم وأذعن لله جل في علاه
أيها الحبر أسلم ربك في الكتاب تقص أن محمد حق وأن بعثة النبي حق وأن رسالة النبي حق أن نبوة النبي حق وأن كتابا جاء مع النبي حق وأنزل على النبي حق. أيها الحبر إنك تعلم حقا أن النبي مرسل من ربه وهو رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيها الحبر إن أجدادك وأسلافك يعلمون أنه جاء بالحق. حاربوه لأنه عربي، حاربوه وقاتلوه، لكن منكم ومنهم من أسلم وآمن به وأذعن لأمره وقاد لشرعه، لكنكم قوم تكفرون بالله جل وعلا. أيها الحبر اليهودي، أيها القسيس، أيها النصراني، أيها العابد، هل أتاك حديث غاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. لما أشركت بربها؟ ما وحدت خالقها؟ ما عبدت كما أمر؟ وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تعبدون الله حقا لكن عن جهل وعن خطأ وعن شرك وعن كفر، فتعالوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السميع، هيئ إلى الله يا حبر، وأمر من معك من الحياة بالإسلام، اليهوديات، الكتابيات، النصرانيات، ها؟ شو؟ خنازير، معك خنازير في البدن، خنازير في البدن، ليس الحياة فقط، إنما معه الخنازير، أمرهم بطاعة الله، أمر الخنازير، خنازير النصارى، خنازير يهود، ها؟ حرم الله علينا الخنزير لدائه وخبثه ونجاسته، نعم ومكره وطبيعته وفساده ودائه ومرضه وعلته. قال الله وجعل منهم القردة والخنازير، هكذا جعل الله جل وعلا حالهم. وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وأمر الخنازير أن يجملهم الله تعالى بالتوحيد، أخذوا صور الخنزير وصور الخنازير لنجاستها وعفنها، فلا يتغذى إلا في الوحل والطين والنجاسة والعياذ بالله. هذا حالهم حقا، وحال في الطهر والنقاء والبياض والصفاء والخير والبر والعطاء والنماء، فالحمد لله. يا خنزير، بل أأمر قائدك الحبر وقائدك القسيس أن يسلم لربه وأن تكون معه تبع في طاعة الله توحيدا خالصا. كتسمعوا؟ أيها الحبر، أيها الحبر، شرف جبهتك بالسجود لله، شرف أنبك أنفك أن تضعه لله، شرف قلبك أن يكون طائعا لله. جعلوا في البدن أحبار وقساوس جنودهم أفاعي وخنازير لأذيتها، نعم، يتوغلون في بطنها ورحمها وحيضها، هكذا يعيشون، صح لا؟ يتوغلون في ماذا؟ في حشها، في فرجها، في دمها، في نجاستها، نعم، بل يجعلون أشياء وإفرازات حتى يتغذوا ويتقوم، لكن لا يكون أبدا حبل أو ذرية. هكذا حال الخنزير. كتسمع ولا لا؟ أيها الحبر، يرفعك الله بكتابه بالإيمان به فأعلنها لله طاعة. أشهد أن لا إله إلا الله. أنت تعبد تعبد فاعبد ربا واحدا، أنت تطيع تطيع فأطيع ربا واحدا، وسر على طريق المستقيم،
ما رأيت من محمد إلا الخير صلى الله عليه وسلم، وما رأيت في كتاب القرآن أنزل عليه إلا الخير، وما رأيت في سنته إلا الخير. صح أم لا؟ كل الخير في الإسلام، لكن اليهود تلاعبوا بعقولكم، تلاعبوا بفطركم وبقلوبكم. هيا إلى الله عز وجل. الخير الخير أيها القسيس، أيها الحبر، أيها الراغب، أيها العابد. ها، وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه. فهمت قصدي صح؟ أعطاني إشارة أننا نحن مع الصليب، نحن مع الصلب والتصليب والصليب والمسيح. أقول لكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لكم. أسمعتها؟ إلها واحدا اعبده. ما كان عيسى إلها أو ابن إله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أسمعتها؟ هيا إلى الله. أيها الراهب، أيها القسيس، أيها الحبر، أيها العابد لغير الله، أعبد ربك وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هيا قلها لله. آذيتها 10 سنوات، عطلت حملها صح، عطلت ولادتها صح، عطلت سعادتها صح، أمرت الخنازير يحلو عليها بالليل صح، ها؟ الوسواس الدائم والهم والثقل الدائم، وتجلد خنازيرك في الرقية حتى يصبروا، وتحبس أنفاس المؤمنين حتى لا يتحدثوا أو ينطقوا، لكن الله جلاك ولله الحمد والمنة. أما رأيت كيف أسلموا لله فأسلم، أما رأيت كيف فك الله قيودهم، كنت خنازير تقبضونهم وتحبسونهم أحفار الرهبان، لكن الله فك قيودهم فأسلم وكن قوة في الخير بإذن الله تعالى، واعلم أن المكر لله جل وعلا. يا حب ويا قسيس ويا راهب، هيا الناس ينتظرون. والله ولدت لو أن أطيل معك النفس، لكن الناس ينتظرون، الناس يترقبون، فلا بد. لكن أحببت أن تسمع ربك جل وعلا، أن تسمعنا وأن نستبشر خيرا بإسلامك، نفرح بهذا وربي الله يفرح بتوبتك. قلها لله. أشهد 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 كن على دين عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، هيا دينا واحدا، هيا. لا تريد الإسلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هيا إلى الله، أسلم لله، أسلم. إذا نوقف هنا، واتضح الأمر بإذن الله جل وعلا، بفضل الله جل وعلا، أن مكمن العلل يكمن في الأحبار والرهبان والخنازير، وأن الفئة المسلمة قد تحارف، فأوصيها بالجلد والصبر والاحتساب ودعوة غير المؤمن إلى الإيمان بإذن الله. واعلموا أنهم لا طاقة لهم في أذيتكم ولا سبيل لهم، لا سبيل لهم لأذيتكم بإذن الله تعالى. بل وأدعو كل حبر عاقل وراهب عاقل وقسر عاقل إلى أن يأتي إلى الله عز وجل. ثم الخير، اقرأ صحيح القرآن تعلم أن ثم الخير، اقرأ السنة وصحيح السنة النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن ثم الخير، انظر إلى أحكام الإسلام تعلم أن ثم الخير بإذن الله. خلاص بإذن الله تعالى. فنعلم أن من علمائكم من يقر ويذعن بالحق والحجة والبرهان وبعد أن يرى الخير بالعلم، علماء بني إسرائيل. فندلكم في هذه الفترة أن تقرأوا قرآن بفهم وتدبر،
وألتقط السنة بفهم تدبره وأحكام الشريعة بتمعن وتدبر بإذن الله تعالى. وإلى ذات الوقت إن شاء الله أوقف أذاها وأذيتها، وأوصي المسلم ألا يضعف وألا يوقف خيرا ودعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا القادم بإذن الله خلاص علمت معالم الخير والنقاط التي سير عليها الأحبار الرهبان القساوسة العلماء العباد اليهود والنصارى الكتاب والخنازير بإذن الله، والفئة المسلمة التي أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن إن شاء الله أوصيها أن تكثر من استماع آيات اليهود وآيات النصارى وآيات التي فيها القساوسة والأحبار وعلماء بني إسرائيل، وأن تكثر بإذن الله تعالى إلى الاستماع إن شاء الله تعالى إلى الدروس ومواعظ الجن بإذن الله سبحانه وتعالى، والموعظة تقوي إيمان من آمنوا بالله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله جل وعلا كذلك آية اليهود والنصارى، وإن شاء الله في الخلق نؤكد على هذه النقاط التي بإذن الله سبحانه، حتى إذا ذهبت إلى أي معالج يؤكد على هذا إن شاء الله عز وجل حتى تصل بإذن الله بسرعة العلاج. إذا تؤكد على أي معالج قل الله يجزيك بخير، أكد لي على آية الأحبار والرهبان والقساوسة وعلماء بني إسرائيل، لأن هذا هو القوة التي في البدن. ثم الخنازير إن شاء الله عز وجل، ومن ثم إن شاء الله تصل بإذن الله إلى العلاج إلى أن يأتي موعد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.